السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الخوت. في هذا الفيديو غادي نحاول نصور كل نبته خرجت في هذا الفصل ديال الشتاء ونحط عليها رقم، نتوما تقولي لي الاسماء ديالها اللي كنتو عارفينها. الاولى رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، رقم 6، رقم 7. والخوت هذا راه ماشي نعناع، في الكومونتيرات كتبوا رقم 7 ولا عرف سميتو كتبها. رقم 8، الشكل ديال ديك الحريده. رقم 9، طاقيو الفايده الخوت يجيب لينا الاسماء. رقم 10، رقم 11، رقم 12، رقم 13، رقم 14، رقم 15، رقم 16،